السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بودكاست جديد في الـ AI. بودكاست ديالنا مقدم لكم طرف جمعية الرياضيات المغرب، سبونسوريزي من طرف شركة أدريا بيزنس اند تكنولوجي. معكم عبد الحكيم بالأشاب، طالب دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، وغادي يكون إن شاء الله هو المضيف ديالكم في هذه الرحلة في عالم الذكاء الاصطناعي. بما ان الحلقه ديالنا كتصادف مع العيد، دونك نتمنى عيد مبارك لجميع المستمعين ديالنا والمغاربه كاملين، وتعيدوا بالصحه والهنا مش ما تمنيتوا ان شاء الله. وقعوا بزاف الحوايج طبعا من اخر ايبيزود اللي كان اليا دو سمين ان بوبري، دونك في هذه الحلقه نحاولوا نحافظوا على واحد لو فيل روج ما بين لي ايبيزود اللي ديجا فاتوا. دونك كنا هضرنا في ليبيزود الاول والثاني على بعض المواضيع اللي غنحاولوا نكملوا عليهم دابا باش نبقاو عندنا في الغوج ويبقى عندنا دي روبير في البودكاست ديالنا. دونك تيبيكمون واحد الروبير اللي هضرنا عليه بزاف هو اوبن اي اي، اللي هي شركه بايونير في مجال الذكاء الاصطناعي، واللي عندها واحد من اشهر لي موديل اللي كنخدموهم يوميا اللي هو تشات جي بي تي. دونك مثلا في ليبيزود الاول كنا هضرنا على صوره اللي هو الموديل ديالهم تكست تو فيديو، كي جينيري بلوتو لي فيديو كو لو تكست بحال تشات جي بي تي. دونك نحاولوا نهضروا اليوم على شنو لي زامبريسيون ديال اللي عطاو الناس اللي جربوا هاد الصوره ولا لي فيديو ديالو اللي خرجوا. نهضروا شويه على برومبت انجينيرينغ، كيفاش نهضروا مع هاد لي موديل بمانيا افيكاس، ودوطخ نيوز عندهم علاقه باوبن اي اي. واحد الموضوع اخر كنا هضرنا عليه بزاف هو ديال الهاردوير، وشنو الكمبيوتين باور ولا داك لي بروسيسور اللي كنحتاجو باش هاد لي موديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي يخدموا. دونك اونتريناو ومن بعد اننا نقدروا نهضروا معاهم ولا نبرومبتيهم ولا نديروا الانفيرونس سور هاد لي موديل. دونك نحتاجو بزاف ديال لي بروسيسور ديال الكمبيوتين باور. كنا هضرنا على انفيديا اللي هي شركه اللي كتصنع لينا لي جي بي جرافيكال بروسيسين يونيتس، اللي هما واحد لي بروسيسور خاصين ولا ادب ميوز ادابتي للاي اي ولا لونترينمون ديال لي موديل، اللي هما سو سون دو غون دو ماتريس اللي فيهم بزاف لي بارامتر. وبما ان هاد الجرافيكال بروسيسين يونيت هو مادابتي لهاد لو كالكول ماتريسيال، دونك انفيديا هي واحد مانيفاكتشر ديال هاد البروسيسين يونيت، وعندهم المونوبول، عندهم 20% ديال المارشي. دونك نهضروا شويه على انفيديا وشنو كيديروا الشركات الاخرين، باسكو كاين واحد الانيشيتيف جديده باش يحيدوا هاد المونوبول انفيديا، دونك نهضروا عليها اوسي. ونهضروا على دوطخ نيوز. دونك فوالا كاين هاد لي روبير ديالنا اللي غنحاولوا نكملوا فيهم، وبيان سور نهضروا على مواضيع اخرى جديده. دونك بسم الله على بركه الله غادي نبداو ديريكتومون مع انفيديا. دوكو الموضوع اللي تقريبا سالينا منه الحلقه اللي فاتت، ودونك في هذه الحلقه غادي نكملوا منه. دونك الفكره الرئيسيه ديال هذا الموضوع شنو هي ان انفيديا هي اللي كتصنع لنا لي جي بي. دونك حنا باش نديرو ان موديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال بحال هاد لي موديل الكبار، سورتو لي موديل دو لونغاج ال ال امز لارج لانجويج مودلز اللي هما كبار بحال تشات جي بي تي ولا تشات جي بي تي، قلنا هي الانترفاس. دونك لو موديل كي ديغيغ اللي هو جي بي تي 4 اللي عندنا دابا مثلا، تيبيكومون سي دي موديل اللي عندهم دي مليار اي بارفوا تريليونز ديال لي بارامتر، ودونك كيحتاجو بزاف ديال هاد لي جي بي يو ديال هاد بروسيسين يونيت باش نقدرو نديرو لونترينمون. دونك لونترينمون تيبيكومون شنو هو كنقلبو على فينامون دوك لو بارامتر اللي كيعطيونا احسن جواب على دي زيكزومبل ديال لي كيستيون ولا دي زيكزومبل ديال البرومبتس اللي كنعطي. دونك هاد العمليه ديال التقلاب على هذوك لي بارامتر كنبقاو نبدلو فيهم، وباش كنبدلو كندير دي زوبيراسيون ما بين لي ماتريس وما بين لي بارامتر باش نقلبو على احسن موديل. دونك كنحتاجو بزاف ديال الهاردوير. واحد الجانب اخر ديال شنو كنحتاجو اوسي، كنحتاجو اوسي سوفتوير، يعني شنو هو هاد الكود بين قوسين ولا السوفتوير ولا البروغرام انفورماتيك اللي قادر انه يدير دوك العمليات على هاد الهاردوير ديالنا. باسكو الهاردوير ماشي كيخدم بوحدو، مي كاينه واحد لاكوش ديال السوفتوير اللي هي كنعطيوها حنا لي زوبيراسيون ولا كنكوديو فيها لي زوبيراسيون اللي حنا بغينا نديرو، دوك لي كالكول ماتريسيال اتسيتيرا، ودوك لي موديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، وكيفاش كنقلبو على دوك لي فونكسيون، كيفاش كنديروا البرومبتين ديال داك الموديل باش يعطينا واحد الجواب. هادشي كنكوديوه سوغ هذاك الهاردوير. دونك هاد السوفتوير هذا، بما ان الهاردوير ديال انفيديا حتى السوفتوير ديالها كيتسمى كودا سي يو تي ا، هذا واحد السوفتوير اللي بغينا نقولوا هو اللي كيجيري لو كالكول ولا لوتيليزاسيون ديال ان جي بي يو اللي هو ديك البروسيسين يونيت
هي ايفيكاس اللي كتصنعها انفيديا وحتى السوفتوير ديالهم، وكنحتاجوا بزاف الباراليزاسيون باش مثلا بلاصه ما نديروا بزاف ديال العمليات وحده مور الاخرى، كيما قلنا هذاك لونترينمون اننا كنديروا بزاف ديال لي زوبيراسيون زائد ملتيبليكاسيون اتسيتيرا دي ملتيبليكاسيون ماتريسيال، بلاصه ما نديروا وحده مور الاخرى نحاولوا نديروهم اون باراليل، نديروهم كاملين في نفس الوقت. ودونك هاد كيو داك هو اللي كيجاري هاد الباراليزاسيون مع لا ميموار ديال لورديناتور ديالنا. مثلا كاين البروسيسور كاين لا ميموار، كل حاجه كل اوبيراسيون دارت فين كتستوكا اتسيتيرا. دونك كيو دا هو اللي بغينا نقولوا لا كوش ديال السوفتوير اللي انترميديير ما بين هذاك لو ديفلوبور اللي هو كي كودي لي زوبيراسيون اللي باغي يدير سور هذاك الهاردوير اللي هو جي بي يو، وهذا الهاردوير اللي دارت لينا انفيديا. دونك هاد كذا هو الستاندرد، بما ان الجي بي يو 80% خارج من عند انفيديا دونك كلشي محتاج انه يخدم كذا. والقضيه ما عجبتش بزاف ديال الناس بيان سور، حيت كتحط الموازين ديال القوى في يد واحد الشركه وحده، ودونك من الاحسن توقع ديسونتراليزاسيون ديال هاد الاكسبرتيز هذا ديال السوفتوير والهاردوير اللي كنحتاجو باش نطوروا دي موديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك تكريات واحد الفونداسيون كتسمى يو اكس ال فونداسيون اللي دخلوا فيها بزاف ديال الشركات، والهدف ديالهم هو يديروا واحد السوفتوير دونك ليكيفالون ديال كودا اللي يخدم في كاع الانواع ديال الجي بي يو الاخرين. دونك تيبيكمون في الحلقه اللي فاتت هضرنا شويه على شنو كيديروا لي زوتر اونتربريز، مثلا جوجل عندهم تي بي يوز ديالهم، هواوي عندهم اسن تشيبس اللي هادو سون نوتر تيب ديال جي بي يو، غير هما ما كداتهمش انفيديا، قادو هما الشركات كل وحده قادت ديالها. دونك الهدف ديال هاد الفاونديشن يو اكس ال هو انه يدير واحد السوفتوير بحال كودا اللي كيقدر يجيري دوك الباراليزاسيون دوك دوك لي زوبيراسيون اللي بغينا نديرو في بزاف الانواع ديال جي بي وحدين اخرين، ماشي فقط ديال انفيديا. شكون اللي داخل في هاد الفاونديشن؟ كاينه امازون اترافيغ الويب سيرفيسز ديالها ا دبليو دي اس، كاينه مايكروسوفت اترافيغ اوسي الويب سيرفيسز ديالها ازور دونك بور لا فرونس دو كالكول، وسي حتى عندهم اكسبرتيز في تشيب ميكين دونك كيفاش تصنع هاد لي بروسيسور ولا هاد الكمبيوتين تشيبس. كاينه انتل اللي كتصنع لنا لي بروسيسور اللي كنعرفوهم في البيسيات ديالنا اي 5 اي 7 ايتترا، دونك حتى هما دخلوا حيت عندهم ان اكسبيرتيز في هاد الدومين. كاينه كوالكوم ديال التليكومونيكاسيون وجوجل اللي حتى هما دي بارتنير ماجور. دونك شنو كنفهموا من هادشي؟ ان الشركات الكبار اللي هما دي زاكتور برينسيبو في العالم ديال الانتيجنس ارتيفيسيال اللي هما كيخرجوا لنا لي موديل جداد اللي كنخدموهم ايتترا، كلهم داروا اليد في اليد باش يديروا واحد الالتيرناتيف لديك كودا اللي هي السوفتوير ديال انفيديا واللي كيخدم على الهاردوير ديال انفيديا. دونك كلشي باغي يديسونتراليزي هذا ليكسبيرتيز ديال لي جي بي يو، بما ان كلشي محتاجو ما يبقاش فقط عن انفيديا ويبقى كلشي ديبوندون ليها، نو بغاو يديروا واحد الالتيرناتيف اللي تخدم لكلشي، ودونك يحيدوا عليهم هاد لا ديبوندونس لشركه وحده اللي هي انفيديا. دونك هاد الفونداسيون هادشي باغا دير باغا تيكون اوبن سورس، اون فوا شنو غادي يبقى في دون الفيتور بيان سور اون فوا تونير او كورون. دونك كاين دوطخ انيسياتيف، كنا هضرنا على جروك اللي داروا دونك ال بي يوز لانجويج بروسيسين يونت مختصين فقط في لانجويج مودلز. دابا كاين واحد ستارت اب جديده في سيليكون فالي سميتها مات اكس اللي حتى هما كيصنعوا واحد لي سور دو جي بي يو سبيسياليزي في لي موديل ديال الذكاء الاصطناعي. دونك فوالا كاينه بزاف ديال الانفستيسمون في هذا الدومين، اون فوا فوار سكو سا فا دوني دون لي بروشان جو. دونك غندوزو دابا الاوبن اي اي، دونك نكملو شويه على داك الشيء اللي ديجا هضرنا فيه على عنده علاقه بالاوبن اي اي. دونك اول حاجه صورة، دونك صورة كنا قلنا بلي هو سي موديل تكست تو فيديو، دونك هادي واحد بحال نقولو برونش جديده ديال جينيريتيف اي اي. جينيريتيف يعني اللي كتجينيري لنا دي دوني جداد بحال التكست، تشات جي بي تي كيجينيري لنا التكست بحال لي زيماج مع دول اي مثلا ولا ميد جورني ولا ستابل ديفيوجن. دونك هادو كاملين دي موديل اللي كنعطيهم تكست وكيعطيونا دي زيماج. دابا توجه جديد ولا جديد يعني دومين دو ريشيرش اون فادير غولاتيفمون جديد مازال سوز اكسبلواتي مازال فيه ميدار، وديال تكست تو فيديو كيفاش انني فقط من جمله نجينيري واحد لا فيديو. وانا بيان سور شي حاجه عند بزاف لي زابليكاسيون وبزاف ديال الشركات كيتقاتلوا باش يخرجوا لنا دي موديل في هاد لا برونش ديال جينيراتيف اي اي. مي اوبن اي كان عنو صو صوغا اللي هو موديل من لي ديمو اللي بينو اوبن اي اي واعر بزاف، ستادير كيخرج لينا دي فيديو فيهم وصف دقيق لذاك التكست ديال البرومبت. دونك دابا خرجوا بزاف دي فيديوهات ديالو يعني دي بريفيو اون فادير، مازال الموديل ماشي متاح، مي كاينين دي بريفيو اللي تقدروا تلقاهم في يوتيوب ديال اوبن اي اي. اميزين، فيري امبرسيف،
يعني داكشي واعر بزاف و دونك فوالا ابارامون هاد الصورة غيولي هو ستاندرد في تكست تو فيديو فاش غيولي متاح للجميع دونك فوالا ستي تيوند. Next story about OpenAI هي GPT-5 اللي انونسي تقريبا في النص ديال 2024. دونك بعض الليكس اللي كان هو ان الامبروفمنت ولا لاميليوراسيون اللي غتكون ما بين جي بي تي 4 اللي كاين دابا و 5 هي بحال اللي كانت من 3 ل 4 واللي هي انورم. دونك ال 4 بالنسبه للناس اللي عندهم سبسكريبشن ولا ابونيين للسيت ديال اوبن اي اي ديال تشات جي بي تي، فجي بي تي 4 فريمون واعر بزاف على جي بي تي 3.5، بزاف ديال لي طاش كيعرف يجاوبهم احسن، كيفهم بزاف ديال لي موداليتي، دونك تقدر تقرا به دي فيشي بي دي اف سي اس في اتسيتيرا، جينيري به دي غراف اتسيتيرا، دوك ملتي مودال. دونك فوالا غيكون واحد الامبروفمنت تقريبا مشابه في جي بي تي 5. كاينه هضره على انه غيكون كيقدر يستخدم تولز، مثلا نعطيوه واحد بايثون كومبايلر ونقول له خدم لينا هاد التول اللي هو بايثون كومبايلر، يعني ملي غتطلب منه يجينيري الكود هو يقدر يخدم داك التول اللي هو بايثون كومبايلر، اللي يعني واحد الكومبيلاتور اللي كيراني الكود ديال بايثون باش يقدر يديبوغي الكود ديالو ويخرج لك واحد الكود اللي هو مزيان. دونك هذا اكزومبل ديال تول يوز، وتاي شي حاجه اللي مانونسي غتكون في جي بي تي 5. دونك اون فوا فوا. دونك اوبن اي اي اوسي انونساو لينا واحد الاوفيشيال برومبت انجينيرينغ جايد، يعني واحد اوكي شنو هو برومبت انجينيرينغ. دونك البرومبت هضرنا عليه هو ملي كنهضروا مع تشات جي بي تي هذاك التكست اللي كنعطيوه اون انبوت، هذاك هو البرومبت. برومبت انجينيرينغ هو شفينا هو داك الانبوت ايديال اللي نقدر نعطي لتشات جي بي تي باش نخرج منه المعلومه اللي بغيت، وكذا كيتسمى البرومبت انجينيرينغ. نقدر نسولو على مثلا يشرح لي شي ظاهره فيزيائيه، علاش الطياره كطير مثلا، ونخليه هنا. مي نقدر نقول له تخيل راسك انت انجينيور ديال الايرونوتيك وشرح لي بين دو مانيير بيداغوجيك بحال كتشرح شي دري صغير كيفاش كطير الطياره. دونك هادو جوج ديال الطرق مختلفه باش نسول نفس السؤال اللي هو كيفاش كطير الطياره، ولكن هذاك السؤال المباشر اللي عطيت في الاول يقدر يخلي تشات جي بي تي يعطيني واحد الجواب اللي ما واضحش مزيان امبيغو ايتترا. مي و باغ كونتخ هذاك البرومبت الثاني اللي عطيتو فاش قلت له انت واحد لك انجينيور في ايرونوتيك، دونك هو يبغى سو ميتخ دون لابو ديال هذاك الانجينيور ايرونوتيك، شرح له اون ديتاي بحال كشرح شي دري صغير غادي يبغى انكلور بليس ديتاي اكسيتيرا، دونك نقدروا نحصلوا على واحد الجواب احسن. دونك هذا هو البرومبت انجينيرينغ، كيفاش نتويكي هذاك اللي بقى نبدل في ذاك البرومبت ديالي باش نلقى احسن طريقه باش نسال نفس السؤال، يعني عندي واحد السؤال كيفاش شنو هي احسن طريقه باش نساله للتشات جي بي تي. دونك بعض الجايد لاينز اللي جاو في هذا الاوفيشال جايد اللي تقدر تلقاوه في السيت ديال اوبن اي اي، بما انكم كنظن بزاف ديال الناس كيخدموا تشات جي بي تي دونك هاد الجايد لاينز يقدروا ينفعوا الناس اللي كيخدموا تشات جي بي تي. اول جايد لاين هي انكلود ديتيلز، دونك خصك تدخل بزاف لي ديتاي في هذاك السؤال ديالك، ما تبقاش سوبرفيسيال بحال اللي قلت دابا ماشي كيفاش كطير الطياره، ما حاول تدخل بلوز ديتاي. شنو التاثير ديال الليغ على الجناح ديال الطياره مثلا باش تطير، اشرح لي لا ديفيرونس دو بريسيون، يعني كل ما كان عندنا حنا دي ديتاي على السؤال ديالنا كل ما خصنا نانكليوهم اكثر في السؤال باش الجواب يكون بريسي. دونك هذا اول جايد لاين. ثاني واحد هو اننا نفرقوا لي طاش اللي هما ولا الاسئله اللي هما كومبلكس لدي سو تاسك، يعني دي اسئله صغر منها مي اسهل، يعني ديكومبوزيو البرومبت ديالنا الطريقه باش بغينا نسولوه ديكومبوزيوهم للاسئله صغيره. دونك فوالا الجايد لاين الثالثه هي خصنا نحدوا ليه لي زيتاب اللي خصو يتبعهم باش يحل واحد المساله. مثلا نعطيو شي مساله رياضيه ديال كان واحد كان عنده 5 دراهم مشى عند المول الحانوت عطاه 5 دراهم شرح له كدير 2 دراهم رد ليه الاخر 5 دراهم، من بعد دخل في بلاصه اخرى شرا درهم اشترى شي حاجه بدرهم رد ليه الاخر 2 دراهم اكسيتيرا، شحال بقى عنده في الاخر مثلا. وغادي نكون في ليكزومبل غادي نفرقوا له لي زيتاب دو ريزونمون، مثلا نقول له بما ان ا مشى دخل عند بي وشرى من عنده ب3 دراهم اذا 5 ناقص 3 بقات عنده 2، ابري بما انه دخل عند السي وشرى من عنده شي حاجه بدرهم اذا 2 ناقص 1 بقات عنده درهم. دونك نعطيو هذاك الستيب ديال الريزونمون اللي خصو يتبعهم باش في الاخر يوصل للريزولتا اللي بغا، واللي هو ان مثلا باقي له درهم ولا اتسيتيرا، كتسمى تشين اوف توت. دونك بحال كنفرقوا السلسله ديال الافكار، يعني كنفرقوا هذاك التاسك لواحد لي سو تاسك اللي ممكن
هذاك التشات جي بي تي وذاك ال ال ام انه يتبعهم باش يوصل للريزلتا. واخيرا لا ديرني جايد لاين هي اننا نبروفايدو اكزامبلز، نعطيو دي زيكزامبل، دونك سورتو الا كانت اسئله اللي عندها علاقه بمسائل، يعني حل مسائل ولا اسئله ديال الريزونمون، عندها علاقه بالريزونمون، نعطيو دي زيكزامبل باش نسهل عليه انه ان تشات جي بي تي يكمل ويجاوبنا على السؤال ديالنا. دونك سيتي تو بور لو برومبت انجينيرينغ، دونك فوالا لو غيد اوفيسيال كاين في السيت ديال اوبن اي اي، تقدر تقراوه باش تعرفوا بلوس دو جايد لاين على كيفاش ممكن تهضروا بني فاسيون اوبتيمال مع تشات جي بي تي، ولا تستخدموا تشات جي بي تي دو فاسيون اوبتيمال. ابخي نهضروا على واحد البارتنرشيب، بارتنرشيب اللي هي ديجا كاينه ما بين مايكروسوفت و اوبن اي اي. دونك مايكروسوفت كيف ما ديجا ذكرنا هما واحد الانفستيسور برينسيبال في اوبن اي اي، دونك انفستيسين بزاف ديال الفلوس اوبن اي اي. دونك دابا داروا بحال اون سورت دو بروجي اللي انونساوه، هو انهم باغيين يبنيو واحد البيج داتا سنتر، يعني واحد داتا سنتر كبير بزاف، والبروجي بريفي بور 2028. دونك داتا سنتر شنو هو؟ دونك هضرنا قبيله على ان لي موديل ديال الانتيجنس ارتيفيسيال كيحتاجوا بزاف ديال كومبيوتينغ باور ولا ديال بروسيسينغ يونيتس. دونك داتا سنتر هو واحد البلاصه اللي فيها بزاف ديال البيسيات كيرانيو، وهاد البيسيات نقدروا سي دي سيرفور، نقدروا نشوفوهم بحال بزاف ديال لي بروسيسور. و تيبيكمون باش نقدروا يكون عندنا واحد الموديل كبير كيراني في واحد لانفراستركتور كبيره. دونك لانفراستركتور هذيك مجموع لي بروسيسين يونيتس اللي عندنا. دونك هادشي اللي باغيين نبنيو واحد داتا سنتر كبير باش نيتي يهوستيو فيه واحد سوبر اي اي، اللي يعني واحد موديل كبير بزاف، عنده بزاف لي بارامتر اللي كيقدر يدير دي طاش انكرويابل اتسيتيرا. دونك اون فا فوار واش زعما لو فيت دو سكيل، يعني اننا نبقاو نكبروا العدد لي بارامتر اللي كاينين في لي موديل، واش هو فورسيمون كيعني بان يوليو عندنا دي موديل بلو بويسون، بلو بويسون كنقصد بها انهم كيقدروا ياكومبليو بلوس دو طاش، بحال مثلا جي بي تي اللي دابا يقدر يريزومي، يقدر يدير ترونسلاسيون، يقدر يكتب شعر، يقدر يدير ترونسفير دو ستيل، يقدر يدير بزاف الحوايج. دونك هادشي كنقصدو بويسون. دونك واش ان موديل بلو غران اللي كيحتاج بلوس دو انفراستركتور بالضروره كيعني ان موديل حسن؟ دونك غنشوفو، سي اون كيستيون اوفيرت. مي فوالا ان توكا انونسو هاد البروجي اللي البيدجي ديالو يقارب 100 مليار دولار. دونك فوالا 100 مليار دولار از لوت اوف ماني، بزاف ديال الفلوس باش ناخدو فكره. الناتج الداخلي الخام ديال المغرب هو 130 مليار. دونك فوالا بروجي فريمون فيه فلوس بزاف، و سي كيعطينا فكره ديال على شحال ديال الانفستيسمون اللي كاينين كاينه في الانتيجنس ارتيفيسيال دابا. دونك فوالا سيتي تو بور البارتنرشيب ما بين مايكروسوفت و اوبن اي اي باش يبنيو فيري بيج داتا سنتر في 2028. دونك ديرنيغ نيوز بور اوبن اي اي هي ان تشات جي بي تي دابا كيخليك تموديفي دي بارتي ديال لي زيماج اللي كيجينيري ليك. دونك تيبيكمون اللي عنده سبسكريبشن ديال جي بي تي 4 ولا دول اي، دونك فوالا دول اي هو التكست تو ايمج، الموديل اللي كيجينيري لنا لي زيماج ديال اوبن اي اي. ملي كنبرومبتيوه دابا كيخرج لنا دي زيماج، ممكن اننا ديك ليماج نكليكو عليها ونديرو ايديت، دونك باش نموديفيوها، ويمكننا نديرو نسيليكسيوني دو بارتي ديال ديك ليماج ونديرو ان اوتر برومبت، يعني نسولو على حاجه اخرى بغينا يزيدها لينا في ديك ليماج ولا يبدلها ولا ايتترا. دونك شي حاجه اللي جو بونس يحتاجوها بزاف ديال الناس. انا واحد كنت كيخرج لي ايماج وكنبغي نبدل غير شي حاجه صغيره، وكنعاود نعطي برومبت واحد اخر كيخرج لك ايماج مختلفه تماما على ديك اللي كانت قبل، وصافي وكيخصك تعاود من الاول. مي دوكو دابا زادوا هاد الفونكسيوناليتي اللي هي تري جوتيل بور لي زوتيزاتور ديال تشات جي بي تي. دونك ملي يخرج لكم اون ايماج تقدروا ديروا موديفي وتسيليكسيونيو دي بارتي من ديك ليماج وتموديفيهم بان اوتر برومبت، ديك الساعه تسولو هي يزيد شي حاجه ولا ينقصها اكسيتيرا. دونك فوالا هضرنا بما يكفي على اوبن اي اي وعلى جي بي تي 4 ديالهم. دابا غنهضروا شويه على لوبوزيسيون ولا على لي كونكورون ديالهم، وبالضبط على انثروبيك. دونك انثروبيك هاد الشركه باقي عندنا، هضرنا عليها في البودكاست ديالنا، مي اليوم هادي هي الوجيبه. دونك انثروبيك اجين واحد الشركه كانت ستارت اب، مي بزاف د انفستيسمون ليها. دونك تيبيكمون امازون انفستيو فيهم بزاف ديال الفلوس، بحال اوبن اي تقريبا عندهم مايكروسوفت كانت انفستي فيهم، كانوا ستارت اب صغيره، من بعد كيجيو الانفستيسور، كيجي من بعد ملي كتنجح كيجيو الشركات الكبار كي انفستيو باش كتزيد تكبر.
نفس القصه تقريبا. دونك انتروبيك امازون تقريبا هما لو باغان ديالهم اللي انفيستو فيهم بزاف ديال الفلوس. حتى هما كيخرجوا لنا دي موديل بحال جي بي تي. لي موديل ديالهم بلاص من جي بي تي سميتهم كلود. دونك انتروبيك انونسا ديرنييرمون دونك السيمانه اللي فاتت كلود 3. دونك دي ان دا لا ديرنيير جينيراسيون ديال لي ال ال امز ديالهم ولا لارج لانجويج مودلز ديالهم. وهاد لي موديل اللي انونساو فريمون واعرين بزاف. كاين واحد الليدر بورد يعني بحال واحد الكلاسمون ديال ال ال امز وكلود اكبر فيرسيون ديال دوك كلود 3 اللي انونسا كتسمى اوبوس. دونك فيرسيون العدد ديال البارامتر ديالها كبير بزاف كيقارب شويه ديال جي بي تي 4. ولات هي الاولى, هي الاولى في هذاك الليدر بورد. دونك يعني فاتت جي بي تي 4 اللي جوسك لا مني خرج حتى لدابا كانت ديما هو الطوب واحسن موديل عندنا. ودابا كلود 3 انونسا موديل واللي ابارامون احسن من جي بي تي 4 او موان في بعض لي تيست ولا بعض لي بنش مارك. مي فوالا دونك جي بي تي 4 هاي تي دي تروني مي داز بزاف الوقت وهو الفوق. ودابا اصلا كنهضروا على جي بي تي 5. دونك فوالا اون فوا واش اوبن اي اي غيرجعوا لا بوزيسيون ديالهم دو ليدر في هاد السوق يعني ديال ال ال امز. دونك هضرنا على ليدر بورد, نشرحوا غير بالضربه كيف شنو هو هذا ليدر بورد وكيفاش كيتكلاسطاو كل ال ال امز ولا لي موديل دو لونغاج كيفاش كيتكلاسطاو في ليدر بورد. وكاين واحد السيستم ديال ايلو. ايلو هو بحال لي جوغ ديال لي زيشيك. لي جوغ ديال لي زيشيك عندهم واحد لو سكور اللي كاركتيريزي النيفو ديالهم. مثلا ماغنوس كارلسن بطل العالم عنده سكور ديال 3000 تقريبا ديال ايلو, وان جوغ ديبيتون عنده تقريبا 500. دونك كيفاش كنحسبوا هذا لو سكور؟ كيتحسب مني جوج ديال الناس كيتباراو بيناتهم وشكون اللي كيربح كيتزاد ليه في لو سكور ديالو. يعني مثلا انا عندي 500, الا ربحت واحد عنده 1000 غيتزاد ليا بزاف, الا ربحت واحد عنده 400 غيتزاد ليا ابسيلون. دونك فوالا على حساب داك لوبوننت ديالك ولا داك الخصم ديالك شحال هو عنده في السكور ديالو وانت شحال عندك في السكور ديالك. الا كان فرق كبير وانت ربحتي كتربح بزاف كتزادك بزاف السكور. الا كان فرق صغير ولا كان هو اقل منك دونك انت كتزادك غير شويه في السكور ايتترا. دونك بحال هاد السيستم ديال لي زيشيك نفسه كاين بالنسبه للانجويج مودلز. كيفاش هي كيشدو شنو هذيك التباري ما بين جوج ديال لي لانجويج مودلز؟ هو لو فيت ان واحد اليوزر اللي هو انا ولا انت ولا اي واحد فينا كيقول كيجربهم بواحد بنفس البرومبت كيجرب دو موديل وكيقول فينا هو اللي عجبو اكثر بريفرنس. يعني فينا هو لو موديل كو تو بريفير. مثلا غناخدو جي بي تي 4 مع كلود 3 غنسولوهم نفس الحاجه, وانا ولا يوزر واحد اخر ولا نسولو شي واحد فينا هو الجواب اللي عجبك اكثر, هو غادي يختار مثلا كلود 3. وديك الساعات كلود 3 غيكون ربح جي بي تي 4 وغيتزادوا شويه في الالو على حساب شحال كان اصلا لا ديفيرونس ما بين الالو ديالهم ولا داك السكور ديالهم. دونك فوالا هكذا كيولي عندنا ليدر بورد ديال ال ال امز اللي مبني على سكور ديال الالو بحال لي جوار ديال لي زيشيك. دونك نهضروا شويه على لا ريشيرش سيانتيفيك. دونك واحد البابي خرج هاد السيمانه فيه واحد الاركتيكتور تري انتريسون سميتها ميكستشر اوف ديبث. دونك نشرحوا شنو هي ميكستشر اوف ديبث. ميكستشر دونك تخليطه, وديبث هي بزاف ديال الاعماق يعني عمق. دابا ملي كنهضروا على ان موديل وفيه بزاف ديال لي بارامتر, ودوك لي بارامتر كيفاش كيكونوا؟ كيكونوا سو فورم دو كوش. يعني مثلا عندنا الكوش الاولى فيها الا كان موديل فيه 1000 بارامتر, الكوش الاولى فيها 100 بارامتر, الكوش الثانيه 200 بارامتر ايتترا. دونك كل كوش هي واحد البلوك ديال لي بارامتر. وحنا باش نكالكوليو هذيك لا ريبونس فينال مثلا جي بي تي اللي عطيناه تكست وهو خرج لينا تكست, هذاك التكست اللي عطيناه كيدوز في هذوك لي كوش كاملين. دونك كيدوز في الكوش الاولى اللي فيها ستيو فونكسيون. بحال قلنا هذيك فونكسيون اللي هضرنا عليها اللي هي الموديل اف كبيره غنديكومبوزيوها لواحد لي فونكسيون صغار اللي هما دوك لي كوش. دونك هذاك الانبوت ديالي غيدوز في الفونكسيون الاولى اللي هي لا كوش الاولى, يدوز في الفونكسيون الثانيه الثالثه وهو غادي. دابا هاد الفكره ديال ميكستشر اوف ديبث هي هذاك لو تكست مثلا اللي عطينا في الاول راه ماشي كامل مهم, يقدر دي بارتي ديال التكست هما اللي فيهم الجواب ولا هما اللي امباكتون في ديك الجمله. تيبيكمون هذوك لي زادفيرب مثلا ذا ولا يعني دوك ولا لي بريبوزيسيون بحال تو ولا اللي كيتعاودوا بزاف راه ماشي هما فين كاين لا فورماسيون. لا فورماسيون كاينه بالعكس في الكلمات الاخرين اللي كيعطيوك لو كونتكست ايتترا. دونك الفكره ديال هذا لو بابي اللي خرج هي ان
نيكونوميزيو لا فورس دو كالكول ديالنا، ما نحسبوش دوك لي فونكسيون بالنسبه لكاع لي بارتي ديال الانبوت. مثلا انا سولت على واحد السؤال، نرجعوا للسؤال المثال ديال قبيله ديال كيفاش كطير الطيار، فهذه كيفاش يمكن ماشي مهمه بزاف، اللي مهم هو الطيار. فوالا دونك هذيك الطياره غدوز في دوك لي كوش كاملين، كاع دوك لي فونكسيون كاينين الداخل، الوغ كو هذيك كيفاش تقدر تدوز غير في شي وحده ولا جوج منهم. فهمتوا كيفاش الفكره؟ دونك فوالا الفكره المبسطه هي ان لو تيكست ديالنا يقدر لا فورماسيون راه مشات حتى فيه، يعني ماشي كله هو بنفس الاهميه. دونك حنا غنركزو الكالكول ديالنا ولا دوك لي فونكسيون كان ابليكيو، ما نابليكيوش كل شيء على التكست كامل، ما نخسرو بزاف ديال فورس كالكول. يلا هضرنا على الجي بي يو والهاردوير اللي كنحتاجو بزاف، مي بلوتو فاش يكون شي بارتي ديال التكست اللي كنجوجيو بلي راها مهمه غنابليكيو بزاف ديال دوك لي فونكسيون، مي فاش كتكون شي وحده شي بارتي من التكست اللي ماشي مهمه بزاف غنقزو كلكو كوش. وهنا كاين واحد الجريتين ميكانيزم، يعني بحال واحد الباب اللي فاش كيجي التكست كدوزو اما من باب ديال انه مهم وغادي يدوز في لي فونكسيون كاملين، ولا باب ديال انه ماشي مهم ودوك غينقز كيلكو بلوك. فوالا دونك هذه هي الاركتيكتشر، هذه هي الفكره ديالها باش تيكونوميزي داك لا فورس دو كالكول اللي كنحتاجو باش اونترينيو ان موديل. داروا هاد السورت ديال ادابتيف، يعني داك العمق ديال داك لو موديل ديالنا كيتادابتا على حساب لو تكست. بارفوا غندوزو في لي كوش كاملين، بارفوا غير كيلكو زان، يعني العمق غينقص ولا غيتزاد على حساب الاهميه ديال داك لو تكست اللي كنتريتو. كان هذا بابيي ديال جوجل ديب مايند كيهضر على ميكشر اوف ديث، بغيتو تقراو اون ديتاي. دونك اخر نيوز عندنا هي اون انيكدوت على امازون. دونك جو با مش تكونوا شفتوا دي فيديو كي سيركولي ديال واحد لو ديبو ديال امازون، بحال واحد الماركت سوبر مارشي اللي كتمشي وكتقدا وكدير كل شيء، ما كاينش هو فيش الناس خدامين، كل شيء كيتجيرا بالانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك كاينه دي كاميرا اكسيتيرا، انت كتاخد هذوك لي برودوي بغيتي تشري من داك السوبر مارشي اللي هو ديال امازون، كتقدا داك الشيء كديرو في الكروسه ديالك، كيبدا ديك اوتوماتيكمون كتمشي كتكون خارج من حدا الباب، كدوز في واحد السورت دو ديتيكتور، هو كي اوتوماتيكمون كيعرف شنو هما لي برودوي اللي خديتي، وكيتقطع لك من الكونت امازون ديالك، كيتخلص داكشي اوتوماتيكمون اكسيتيرا. دونك فوالا هذيك واحد البريك ثرو، واحد الوقيته كنشوفو كوم كوا راه كاين سوبر مارشي اللي كيجيري راسو براسو ما يحتاجش الانسان. دونك فينالمون لقاو بلي ان هذاك السوبر مارشي كانت امازون خدموا 1000 انسان من انديا، دونك من الهند، خدموا 1000 واحد اللي جالس كيشوف دوك الكاميرات كيمونيطوري وحاضي عندك كلشي، كلشي واحد شفر شي حاجه ولا تكون شي حاجه فلتات. دونك فينالمون كاين الاي اي لا والو في البلان، كان بلوتو يعني فوالا دي زومبلوي دي زومان اللي خداهم في الهند. يعني شنو دار امازون فينالمون؟ غير ديسونتراليزاو الورك فورس ديالهم، بلاص ما يكونوا ناس خدامين في هذاك لو ديبول اللي كان جوبونس في اليو كي ولا في امريكان، ديسونتراليزاو ديك الورك فورس، يعني دوك الناس اللي بلاص ما يركروتيهم في امريكان ركروتيهم في انديا اللي فيها اليد العامله الخاص. وفوالا وسوقوا لهذاك السوبر مارشي ديالهم وذاك البروجي ديالهم على اساس انه كان اوتونوم. دونك فوالا نكتة شوية درت على امازون، مي كوم كوا. دونك فوالا باش ما نطولش عليكم بزاف، يا بات كرونيك اجوردي مع العيد، كانوا هادو هما النيوز ديال اليوم. مرة أخرى عيد مبارك سعيد لكاع المستمعين ديالنا وكاع المغاربة، ونتمنى نتلقاكم بخير إن شاء الله في الحلقة الجاية.